وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ودي يا اخوانا قاعدة في حياة المسلم، إن المسلم الخائف من أن يموت ويترك أولاده ضعافا صغارا لا يجد من يتولى أمرهم، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. إذا اتقيت الله عز وجل فإن الله يحفظ ما تتركه من أولاد وزوجة ونحو ذلك. ما شاء الله، جزاك الله خير. فمثلا أولياء الميت، أولياء اليتيم، هم مسؤولين عن اليتامى، فممكن لا يتقوا الله فيهم، فربنا بيذكرهم خلي بالك إنك لو مت وتركت أولاد صغارا وأنت لم تتق الله في هؤلاء اليتامى قد يبتليك الله، قد يبتليك الله بأن لا يكون أولادك تحت أيدي أمينة، برضو ناس تانية تتولى أمرهم وتضيع حقوقهم. برضو لو أنت قاعد مع الميت أو على رجل على وشك الموت اجعله يتقي الله في الوصية، ما تقولوش ادي للكبير وما تديش للصغير، ادي للولاد وما تديش للبنات، لأن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بعد موتك أن يفعل هذا مع أولادك فيحدث نزاع وشقاق ومشاكل ونحو ذلك. يبقى الإنسان دائما هو بيتعامل مع الناس يتذكر أنه ترك أولادا ويخاف عليهم، فعليه أن يتقي الله عز وجل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يعني يقولوا الكلام الموافق للعدل، الموافق للشرع، ليس الموافق للأعراف والتقاليد، إنما العبرة بالشرع والدين.